السلام عليكم ورحمة الله، نشرة إخبارية جديدة من تن تي في، أهلا بكم. ونبدأ أخبارنا بأخبار تشكيل الحكومة الجديدة، حيث بدأ اليوم رئيس الوزراء المكلف المهندس شريف إسماعيل مشاورات تشكيل حكومته الجديدة. وفي تصريحات له اليوم أكد إسماعيل أن من أولويات الحكومة وضع برنامج عاجل ومحدد لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية. وأضاف شريف إسماعيل أن التركيز على النهوض بالخدمات المقدمة للمواطن وتفعيل التعاون مع جميع الأجهزة المعنية للنهوض بجميع قطاعات الدولة وتحسين مستوى ونوع الخدمات المقدمة للمواطن وللمستثمر سيكون من أولويات الحكومة. رغم أن اسمه لم يكن مطروحا بقوة لتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لإبراهيم محلب الذي قدم استقالة حكومته، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اختاره لخلافة محلب. شريف إسماعيل رئيس الوزراء الجديد تخرج في كلية الهندسة قسم ميكانيكا قوى جامعة عين شمس عام 1978، وعمل مهندسا في البحث والاستكشاف بشركة موبيل منذ عام تخرجه حتى عام 1979، وكان يعمل منذ عام 1979 حتى عام 2000 مهندسا بشركة إنبي، حتى وصل إلى منصب مدير عام الشؤون الفنية وعضو مجلس إدارة. تولى منصب وكيل وزارة لمتابعة عمليات البترول وشؤون الغاز من عام 2000 حتى عام 2005، ثم عين رئيسا للشركة القابضة للغازات أي غاز حتى عام 2007. بعدها ترأس شركة جنوب الوادي القابضة للبترول من عام 2007 حتى 2013. وفي 16 من يوليو من عام 2013 قرر حازم الببلاوي رئيس الوزراء الأسبق تعيين شريف إسماعيل وزيرا للبترول والثروة المعدنية خلفا لشريف هدار، وظل في منصبه مع حكومة الببلاوي وحكومتي محلب الأولى والثانية. وإلى أخبار الاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن عدد طالبي الترشح على النظام الفردي بلغ أمس السبت 899 شخصا ليصبح الإجمالي 5936 شخصا، وذلك بعد أن أغلقت اللجنة رسميا أمس باب تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب في الساعة الثانية بعد الظهر. وأضافت اللجنة أن 12 قائمة تقدمت بأوراقها على مستوى الجمهورية. وأوضحت اللجنة أن إعلان القوائم المقبولة وطالب الترشح المقبولين سيكون في 16 من سبتمبر الجاري. وفي سياق متصل، أكدت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس أكدت استمرار عمل لجان تلقي الطلبات بالمحاكم الابتدائية اليوم في تسلم تقارير الكشوف الطبية فقط حتى يوم الثلاثاء المقبل، فيما تستمر دائرة قنا وقوس فقط في تلقي طلبات الترشح وتقديم تقارير الكشوف الطبية حتى يوم 15 من سبتمبر الجاري، عملا بقرار اللجنة في إطار التزامها بحكم القضاء الإداري بشأن بطلان استدراك تقسيم الدائرتين اللاحق على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وأعلن الدكتور هشام عطا رئيس البعثة الطبية المصرية للحج وفاة 4 حجاج بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية. وأشار عطا إلى أن عدد الحالات التي دخلت المستشفيات السعودية هو 31 حالة، ما زال 20 منهم يخضعون للعلاج، في حين خرجت 11 حالة بعد تحسنها وخضعت 19 حالة لجلسات الغسيل الكلوي. وأكد عطا أنه ليست هناك أي أمراض وبائية بين الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة، وأوضح أن عدد الحالات التي ترددت إلى العيادات الخارجية التابعة للبعثة الطبية بلغت 10,270 حالة حتى الآن. وإلى جهود ضبط الأسواق، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين من ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الأدمي قبل بيعها للمواطنين بالأسواق، حيث تم التحفظ على 5 أطنان من اللحوم لدى أحد المحال التجارية بالجيزة، إضافة إلى ضبط 9 أطنان غير مطابقة للمواصفات القياسية لدى بعض المحال بالقاهرة، وتم تحرير محضر وجاري عرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وإلى سيناء وحصيلة العملية الشاملة حق الشهيد في يومها السادس، حيث أعلنت القوات المسلحة أن العملية أسفرت عن مقتل 64 إرهابيا والقبض على 4 آخرين و18 من المشتبه بهم. وأضافت القوات المسلحة أنه تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر لدى العناصر الإرهابية، كما تمكنت القوات من إبطال مفعول 42 عبوة ناسفة وتدمير 5 مخازن للذخيرة والمواد المتفجرة وحرق 45 عشة ووكرا للعناصر الإرهابية. وأوضح البيان استشهاد ضابط وجندي نتيجة تبادل لإطلاق النيران مع تلك العناصر، كما أصيب جندي آخر وحالته مستقرة. واقتصاديا، أكد هشام رامز محافظ البنك المركزي، أكد أن القضاء على السوق الموازية للعملة عمل على دعم الاقتصاد المصري. أضاف رامز خلال كلمته بالدورة 39 لمجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية أن الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها مصر أسهمت في تحسين التصنيف الائتماني من قبل المؤسسات الدولية، مؤكدا أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 3% في الربع الثالث من العام المالي الماضي مقارنة ب 2.5% في الربع المقابل من العام المالي السابق له. أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية في حكومة تسيير الأعمال أنه يجرى التنسيق مع وزارات الأوقاف والشباب والرياضة والصحة والمحافظات لجمع جلود الأضاحي بالمحافظات وبيعها. وأوضح لبيب أن العائد من بيع هذه الجلود سيتم توجيهه لصالح مرضى فيروس سي في كل محافظة. أضاف أيضا أنه سيتم تشكيل لجان فرعية بكل مركز لمراقبة تجميع جلود الأضاحي وبيعها بطريقة قانونية على أن يعود عائدها لكل محافظة. وإلى أخبار الطقس، حيث أعلن وحيد سعودي المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد الجوية أن هناك انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة بداية من اليوم. أوضح سعودي كذلك أن طقس اليوم معتدل مع ارتفاع نسبة الرطوبة على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على محافظات الصعيد التي ستشهد أمطارا غزيرة، وكذلك على سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، متوقعا أن تستمر الرطوبة حتى 23 من الشهر الجاري. وإلى أخبارنا العربية والدولية، ونبدأها من الأراضي المحتلة، حيث نددت مصر باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ساحة المسجد الأقصى، معتبرة أن تلك الخطوة تصعيد غير مقبول ضد المقدسات الإسلامية. وحذرت الخارجية المصرية في بيان لها من خطورة الاستمرار في سياسة انتهاك المقدسات الدينية لما يمثله ذلك من تأجيج لمشاعر الغضب، وطلبت السلطات الإسرائيلية بتجنب سياسة حافة الهاوية وتجاوز الخطوط الحمراء فيما يتعلق باحترام المقدسات الدينية. كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت ساحات المسجد الأقصى وأطلقت قنابل الصوت والرصاص المطاطي على المصلين، وذلك في محاولة لتمهيد الطريق أمام مستوطنين متشددين لتدنيس المسجد. ومن المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة، حيث تفقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود موقع سقوط الرافعة في الحرم المكي والذي أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص. وعبر الملك سلمان عن العزاء لذوي ضحايا الحادث، كما أكد أنه نتائج التحقيقات في الحادث ستعلن فور الانتهاء منها. كما زار العاهل السعودي مصابي حادثة الرافعة الذين نقلوا لتلقي العلاج في مستشفى النور بمكة المكرمة. وكان أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل قد وجه إلى تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة أسباب الحادث. ومن السعودية نعبر الحدود جنوبا إلى اليمن، حيث أعلنت اليوم الحكومة اليمنية عدم مشاركتها في محادثات السلام مع ميليشيا الحوثي وصالح التي تتوسط فيها الأمم المتحدة. وأكدت الحكومة في بيان لها عدم المشاركة في أي اجتماع مع ميليشيا الحوثي وصالح حتى يتم الاعتراف بالقرار الدولي 2216 والقبول بتنفيذه بدون قيد أو شرط. هذا وأخفقت محادثات السلام في يونيو الماضي في وقف إطلاق النيران الذي أدى إلى مقتل أكثر من 4500 شخص.
وميدانيا انسحب مسلحو جماعة الحوثي وقوات صالح من وادي خير ومنطقة موقص ومقر اللواء 19 مشاة في بلدة بيحان بمحافظة شبوة بعد ساعات من قصف للتحالف العربي استهدف تعزيزات لهم كانت في طريقها من مأرب إلى بيحان. وأكدت مصادر عسكرية في شبوة أن الحوثيين وحلفائهم انسحبوا إلى عقبة القندع وشعاب، وهي مناطق حدودية بين شبوة ومأرب، وقصفت طائرات الأباتشي المقاتلة التابعة للتحالف العربي تجمعات الحوثيين وقوات صالح في منطقة نجد مرقد الواصلة بين مأرب وشبوة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من مسلح الحوثي وصالح. ومن اليمن نتجه غربا صوب تونس، حيث خرج مئات التونسيين في مسيرات منددين بمشروع قانون يهدف إلى العفو عن الضالعين في الفساد المالي إذا أعادوا الأموال التي استولوا عليها. ورفع المتظاهرون شعارات لا للمصالحة ولا لتبييض الأموال في شارع بورقيبة بالعاصمة. وشارك في المظاهرات مناضلون في تحالف الجبهة الشعبية اليساري وأعضاء في تجمع يطلق على نفسه اسم مانيش مسامح، تأسس بعد إعلان مشروع القانون هذا. وأغلقت السلطات التونسية الطرق الرئيسة في العاصمة لعدة أيام خشية ما تصفها بالتهديدات الإرهابية. وإلى أخبارنا الرياضية، حيث يستضيف الزمالك نظيره أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في 8:30 مساء اليوم بملعب بتروسبورت ضمن الجولة الأخيرة لمجموعة الكونفدرالية الإفريقية. وأكد البرتغالي جسوالدو فريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه يدرك أهمية الفوز على أورلاندو. وأضاف فريرا أن أورلاندو بايرتس فريق قوي جداً ولديه خط هجوم متميز، لكنه يعاني من مشاكل دفاعية، مؤكدا أن الزمالك يبحث عن الفوز فقط مع أن التعادل يمنحه الصدارة. يذكر أن الزمالك يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، وهو نفس رصيد أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، لكن الزمالك يتفوق في المواجهات المباشرة. ومن القلعة البيضاء إلى القلعة الحمراء، حيث حقق فريق الأهلي فوزا مهما على نظيره الملعب المالي بهدف دون رد في ختام مبارياته بدور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية. وسجل عمرو جمال مهاجم الفريق هدف المباراة الوحيد. صرح ديجابور كامل المدير الفني لفريق الملعب المالي بأن الأهلي هو الفريق الأقرب للفوز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، وبهذه النتيجة تصدر الأهلي ترتيب فرق المجموعة الأولى بفارق هدفين عن فريق النجم الساحلي التونسي، ولكل فريق 13 نقطة، في حين جاء الملعب المالي في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، يليه الترجي التونسي برصيد 3 نقاط فقط. انفرد برشلونة الإسباني بصدارة الدوري الإسباني مؤقتا بفوزه يوم السبت على مضيفه أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف واحد بفضل نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي دخل بديلا في الشوط الثاني ونجح في خطف هدف الفوز لفريقه. هذا وارتدى نجوم أتلتيكو مدريد وبرشلونة قبل مباراة الفريقين أمس قمصانا حمراء مكتوبا عليها بالإنجليزية والإسبانية شعار ساعد اللاجئين، ووقفوا لالتقاط الصور في ملعب فيسنتي كالدرون قبل مباراة الفريقين في الأسبوع الثالث من الدوري الإسباني لكرة القدم. وإلى خبرنا الأخير، حيث واصل فريق بازل السويسري تصدر الدوري السويسري لكرة القدم بالفوز على ضيفه سانت جالين بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة 8 من البطولة. وشهدت المباراة مشاركة المصري محمد النني مع صفوف بازل السويسري، حيث نزل بديلا في الدقيقة 62 على حساب شاكا مساعدا فريقه على الفوز. بهذا الفوز يحافظ بازل السويسري على الصدارة ب 24 نقطة، في حين يحتل سانت جالين المركز السادس ب7 نقاط فقط. ولهنا مشاهدي الكرام نكون قد وصلنا لنهاية نشرتنا الإخبارية، نشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعة، في رعاية الله وعلا.